أعود إليك من جديد إبراهيم الخطيب. طبعا نتوقف معك ومع ضيفك عن الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية وانعدام النقاط الطبية وحتى المستشفيات، وهل هناك مساعي لتدارك الوضع الآن؟ نعم هجر، حقيقة كما ذكرت في هذا التقرير الذي سلط الضوء على إحدى المناطق المهمشة بعض الشيء في ريف المهندسين الأول في ريف حلب الجنوبي، حقيقة مع تباين الواقع من منطقة لأخرى، لكن الحال بشكل عام في الواقع الطبي بالنسبة للأهالي الذين يتجمعون في الشمال السوري هو متقارب نوعا ما. هناك حقيقة تخوف لدى الكثير من المناطق من انتشار أمراض وأوبئة معدية، لا سيما حبة اللاشمانيا وبعض حقيقة بعض الأمراض الأخرى. وهنا معنا حقيقة ضيف هنا الدكتور حسن عبيد، أخصائي في الرعاية الصحية الأولية، ربما يكون لديه صورة أوضح عن كل ما تعاني منه حاليا المناطق في الشمال السوري على فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة. دكتور حسن، أهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. دكتور حسن، حقيقة هناك تخوف من كثير من الأهالي حاليا مع حصول بشكل مستمر إحصائيات تتحدث عن زيادة نسبة الإصابة باللاشمانيا وغيرها من الأمراض المعدية، هل حقا هذه النسبة ترتفع بشكل مستمر، وما هي أبرز أسباب ارتفاعها في الوقت الحالي؟ يعني بالنسبة لحبة السنة، حبة حلب، داء اللاشمانيا الجلدي يزداد منذ العام الماضي بشكل مخيف وشكل كارثي. تفضلت حضرتك بأنه حكيت عن النزوح، النازحين غالبا يقيمون في مناطق غير متوفر فيها شروط الأمان الصحي، أقل الشباك الباب، لذلك تعرضوا للإصابات بصير أكثر. زيادة تعرض الإصابات أدي إلى زيادة نسب العدوى. نحن أمام تضاعف كبير بعدد الحالات، وواكب ذلك أنه لا يوجد إجراءات وقائية تؤمن للمجتمع بشكل عام كصحة عامة. موضوع البخ والرش اللي يجب أن يكون مرتين سنويا لضبط هذه البعوضة غير متوفر. الوسائل الموجودة، الخيام اللي فيها أدوية أو ما إلى ذلك، لا تفي بالغرض. أصبحت الحاجة أكبر بكثير بكثير مما هو ممكن. ناهيك عن أنه العام الماضي والعام الحالي بدأنا نعاني أزمة توافر دواء لمعالجة حبة السنة، ومع التوزع البشري الهائل في مناطق كثيرة وهجرة خبرات كثيرة، أصبح لا يوجد لدينا إمكانية لسد العجز الحاصل في الوقت الحالي. سيد حسن، هناك حقيقة بعض المناطق ربما لو تحدثنا عن 160 مخيم عشوائي تنتشر في عموم بلدات الشمال السوري، هذه المناطق ربما تعاني أكثر من غيرها فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة، ما هي الإجراءات ربما الوقائية التي من الممكن أن يتخذها الأهالي للحيلولة دون انتشار هذه الأمراض سواء كانوا نازحين أو مقيمين؟ يعني المخيمات وخاصة المخيمات المعزولة هي بؤرة مرض يزداد فيها فرص حدوث الإنتان والعدوى بالأمراض السارية والإنتانية. أنت عندك صرف صحي غير متوفر، توفر المياه خليل، تحت تصرف البيئة بشكل كامل، لا يمكن تقديم خدمات علاج ووقاية من أمراض كثيرة، لذلك بدأنا نشاهد انتشار أمراض إنتانية وسارية بشكل أكثر. ومع تزايد المخيمات وتزايد النزوح تزداد هذه المشكلة أزمة وكارثة. نعم حقيقة دكتور حسن، السؤال الأخير، بعض تحدثنا عن الوسائل الوقائية، بعض المناطق حقيقة تعاني من مشاكل علاجية في بعض الأمراض والأوبئة، في بعض المناطق المتطرفة لا يوجد حتى نقطة طبية لعلاج اللاشمانيا، يقطع الأهالي بعض المسافات الطويلة، برأيك الحلول الوسائل الحالية الممكنة، من يتحمل مسؤولية من الجهات المسؤولة حاليا عن هذه المناطق ربما البعيدة نوعا ما، ريف مهندسين الأول، مناطق في ريف حلب الجنوبي، الشامك وغيرها، التي ربما لا تصلها حتى ربما السيارات المتنقلة للعلاج اللاشمانيا؟ سيدي، أنت تتحدث عن المناطق المعزولة البعيدة، أكثر إصابات هي موجودة في الأتارب وفي المعرة، وهذان مركزان وبلدان، بلدتان كبيرتان، ومع ذلك تعانيان من نقص خبرات ونقص أدوية ونقص إمكانيات علاجية، فما بالك بالمحيط. الأمر كارثي ويحتاج تضافر جهود كثيرة لسد النقص الذي يشكل أزمة كبيرة وكبيرة جداً.
سؤال أخير سيد حسن، لديك إحصائيات أو أرقام تقريبية لأعداد المصابين لا سيما تحدثت عن مدينة الأتارب؟ الأتارب في الربع الأول من 2018 كان عدد الإصابات 22,000 إصابة، في مدينة معرة النعمان كان بحدود 28,000 إصابة. الأرقام في المحرر تجاوزت 120,000 إصابة. هذه الإصابات التي جاءت وقصدت مراكز صحية نظامية للعلاج، ما بالك بمن يلجأ لوسائل أخرى. وبدأنا نشاهد طب شعبي، وبدأنا نشاهد قضايا أخرى، أو من يعني كثير من الناس وخاصة في المخيمات نزورة لا يولي حبة السنة اهتمام. نعم، نشكر الطبيب حسن عبيد أخصائي في الرعاية الصحية الأولية على هذه المداخلة. إذن هجر، كما تحدث الدكتور حسن، هناك نسبة كبيرة حقا من الأمراض المعدية حاليا تنتشر بشكل كبير، لا سيما حبة اللاشمانية، يتحدث عن 120,000 ربما إحصائية تقريبية لأعداد من راجعوا المراكز الصحية المسؤولة عن ذلك في مناطق المحررة، إضافة إلى عدد كبير ربما لا يولي حبة اللاشمانية أي اهتمام كما في المخيمات العشوائية والمناطق النائية، أو حقيقة لم يتح لهم وصول العلاج إليهم كما تحدثنا في خلال هذا التقرير عن منطقة ريف المهندسي الأول، وهي منطقة تقطنها 600 عائلة مهجرة ونازحة في أقصى جنوب حلب. شكرا لك إبراهيم الخطيب، مراسل أورينت نيوز مباشرة من حلب.